مزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات والمدير التنفيذي لمشروع كارت الفلاح. يا دكتور أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالقناة المحترمة. خليني أسألك في البداية دكتور، يعني اشتغلتم 5 سنين على هذه المنصة أو الابليكيشن، إيه الفايدة من إنشاء المنصة للزراعة في مصر، وإيه الداتا أو المعلومات اللي تم تكوينها اللي ممكن تشكل استفادة للأطراف كلها؟ هو مبدئيا المنصة يعني تعتبر نتاج للمشروع القومي اللي هو كارت الفلاح الذكي اللي بتقوم به الحكومة المصرية، وهو عبارة عن الحيازة الزراعية لكل فلاح تم تحويلها من الحالة الورقية إلى الحالة المميكنة. يعني بدل ما يكون معاه زي دفتر صغير كده بسميه حيازة زراعية، بيبقى معاه كارت زي كارت المرتب بالظبط. والحمد لله طبعا تم عمل كارت لكل فلاح بحيازته بكل المعلومات الزراعية اللي ليه، وتم ربطه بميزة، يعني بقى الكارت كارت فلاح وكارت ميزة في نفس الوقت. يبقى كده أنشأنا حساب بنكي لهذا المزارع، وبكده قدرنا نعمل قاعدة بيانات ضخمة جدا لكل طبعا المزارعين على مستوى مصر بمعدل تقريبا 6 مليون مزارع. وبهذه المعلوماتية والقاعدة البيانات وربط المزارع بحسابه البنكي عن طريق ميزة اللي هو الحساب الوطني، الكارت الوطني، تم عمل هذه المنصة أو هذه يعني حضراتكم عملتم 6 مليون كارت تقريباً. يعني اللي موجودين على المنصة 6 مليون مزارع تقريبا. المنصة ازاي هتكون همزة وصل بين المزارع والأطراف التانية من موردين وجمعيات زراعية وهيئات دعمة ومؤسسات مثلا بتمول، ازاي هنا هتوصلوا بين الطرفين؟ هو الفكرة كلها ان لما تم اكتمال الكارت الفلاح واطلاقه في جميع انحاء الجمهورية وتوزيع الكروت على المزارعين كده، احنا عندنا قاعدة البيانات اللي هو الفلاح. الفلاح بيشتري وبيبيع. الفلاح عاوز مستلزمات لارضه، عاوز مستلزمات لاي مشروع زراعي هو بيقوم بيه، واحنا بنقصد هنا بالفلاح الفلاح الصغير الفلاح الكبير، يعني ما بنميزش على المستويات يعني كلها. فهنا بعد وبيبيع من 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 محصوله، محصوله، نبات، منتج البان، انتاج حيواني، داجني، يعني كل الجهات دي هو بيدخل بيها. ده مفيد طبعا يا دكتور ان حضراتكم احنا كده الدوله عندنا قاعده بيانات بالستة مليون على الاقل بمحاصيلهم بالكميات بحاجات كتيره. تمام، يعني عارف خرجنا ايه. عليها الحصر الزراعي وعليها مساحته فين وارضه فين، فكده خلاص كده احنا مجرد ما كملنا القاعده دي دخلنا بقى نقدر ندخل بقى اللي هم التجار والشركات اللي هي بتمد الفلاح اما بمستلزمات الانتاج او هذه طب الشركات. دكتور سؤالي معلش، الميزه اللي بتقدمها للفلاح وللناحيه الثانيه الطرف الثاني علشان يتعاونوا على المنصه؟ مع حضرتك دلوقتي موجود القاعده، خلاص القاعده كلهم مع بعضهم مربوطين بايه؟ ببعض بشبكه الانترنت، لان هو بيتعامل بهذه الشبكه وهذه الايه المشروع القومي ده مربوط ببعضيه. فهنا احنا لما يدخل اللي هو اللي بيبيع او اللي بيشتري هيبقى عنده خد بالك 6 مليون واحد يتعامل معاهم، فده بحد ذاته مكسب للطرفين. وفي هيبقى في تنافس طبعا في الاسعار. لان في تنافس اسعار، فيه عروض، فيه دخول مؤسسات بنكيه في الموضوع، فيبقى هنا امننا حركه البيع والشراء ما بين هذه لان في شركات هتبيع للفلاح وفي شركات هتشتري من الفلاح. فهنا القاعده دي قاعده تسويقيه كبيره جدا وضخمه جدا. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور محمد يوسف، رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات والمدير التنفيذي لمشروع كارت الفلاح.